والله بجد جمهور النادي الاهلي كله مستني الفرحه النهارده، لانه اللي عارف ان الموسم صعب عليكم وطويل عليكم جدا جدا جدا. السنه دي لسه مسافرين يوم الخميس مش كده؟ بالظبط. الماتش السبت ان شاء الله هنسافر جمعه ان شاء الله. هتسافر جمعه؟ الماتش السبت؟ الماتش يوم 20. احنا كان 21 بقى 20. هو 20. احنا هنسافر يوم 18 بالليل، بتوصل فجر 19 يعني قبلها بيوم. بالزبط. الماتش ده صعب؟ البال هو ثلاث ماتشات من دور الثمانيه عندنا مع بطل رواندا. أوكي. اللي احنا عرفناه ان الصاله هناك كل التذاكر اتباعت 20,000 متفرج مقفوله، وطبعا كل فريق معاه اربع محترفين، فبرضه هم عندهم اربعه امريكان، فمباراه تبقى قويه. في رواندا مباراه تبقى قويه في دور الثمانيه، ولو ربنا كرمنا هنلاعب الكسبان من كيب تاون بطل جنوب افريقيا، والملعب المالي بطل مالي في الدور قبل النهائي. وبس الناحيه الثانيه بقى فرقه انجولا ليها طريقه برضو مع فرقه احنا في فرقه كسبتنا اعتقد في المباراه دي فرق نقطه. هي ده اللي خلانا هنلاعب رواندا اللي هم، او الفرقه بتاعت رواندا اللي هم بس هي الحقيقه المجموعه الثانيه اللي عكسنا، الاول اربعه يعني دي حاجه غريبه جدا، الاربعه نفس عدد النقط، مفيش حد متفوق على حد. لا والله يعني يمكن احنا وانجولا كنا بعيد عن بقيه الفرق في النقط. صحيح. الفرق كلها نفس عدد النقط، بس اللي فرق السكور هو اللي رتبهم من واحد لاربعه. فاول زي رابع، فمباريات صعبه جدا. بالظبط.